مما أتى الإسلام به، ومن وهو من أعظم المقاصد مقاصد الحج، وفيه إظهار للتوحيد والمخالفة لدين المشركين وما كانوا عليه، مخالفة المشركين، مخالفة المشركين والابتعاد عما كانوا عليه من أنواع الشرك والعادات السيئة والأفعال المشينة. والإسلام عموما يأتي بما يخالف هدي الكفار والمشركين في الأمور المشينة. وجاء أن اليهود كان من عادتهم إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، لا يؤكلون المرأة الحائض ولا يجامعونهن في البيوت، لا يجلسون معهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر آية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا، هذا هو الشاهد، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. فهذا ظاهر في أن اليهود علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم بهذه الأخلاق السيئة، كما في هذا الفعل وفي أفعال كثيرة. لكن المهم هنا أن نعلم أن من وسائل تحقيق التوحيد في عبادة الحج أن يقصد إلى مخالفة المشركين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الشريعة قد استقرت لا سيما في المناسك على مخالفة قصد أو على قصد مخالفة المشركين. الشريعة مبنية على مخالفة أهل الشرك في عباداتهم وفي أفعالهم السيئة. والإسلام جاء بسد الذرائع، سد الذرائع والابتعاد عما يوصل إلى الشرك أو يشابه أهل الشرك.